بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله رايحين نعمل مع بعض ماسك رائع طبيعي جدا للتخلص من البشرة الشاحبة والحصول على بشرة وخدود وردية. نحتاج إن شاء الله في هذا الماسك إلى ملعقة شاي صغيرة من الطحين الأبيض، نحتاج إلى 6 ملاعق من عصير البنجر، هذا هو البنجر، ابشريه وضربيه في الخلاط حتى تتحصلي على عصير البنجر، هذا هو البنجر السكري. نحتاج كذلك إلى ملعقة عسل صغيرة، اللي مش متوفر عندها عسل النحل يمكن أن تستخدم ملعقة من زيت الجليسيرين تعوض به عسل النحل. نبدأ بسم الله في طريقة إعداد هذا الماسك وكيفية عمله. أولا نضع 6 ملاعق من عصير البنجر في إناء، نضع عليه ملعقة من الطحين الأبيض ونخلط المزيج جيدا، ثم نضيف عليه ملعقة صغيرة من العسل أو زيت الجليسيرين، نخلط المزيج عفوا جيدا، ثم نضعه على نار هادئة ونخلط باستمرار حتى نتحصل على هذا الكريم، نتحصل على كريم البنجر. ضعي هذا الكريم على بشرة نظيفة ثم اتركيه يجف لمدة 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق اغسليه بماء دافئ ثم ماء بارد لإغلاق مسامي البشرة. مدة 10 دقائق على البشرة ثم اغسليه بماء دافئ ثم ماء بارد. اعملي هذا الماسك مرتين في الأسبوع وإن شاء الله راح تتخلصي من مشكل بهتان البشرة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وتتحصلي على خدود وردية بإذن الله تعالى. مدة استخدامه 10 دقائق قلت، مرتين في الأسبوع. داومي على هذا الماسك حتى تتحصلي على النتيجة المرغوبة. إن شاء الله تستفيدوا من الوصفة تتوفقوا فيها. أتمنى منكم أن تشتركوا في قناتي فضلا وليس أمرا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.